السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. يوم جيناكم فيديو جديد غنعدل معكم بريوات بحشوه وحده أربعة ثلاثه ديال الشكالات كيجيو مزيونين، والحشوه لذيذه واقتصاديه ومكونات ديالها بسيط. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. دابا نقدم معكم المكونات ديال البريوات. غنعدلهم معكم بثلاثه ديال الشكيلات بحشوه وحده. عندي هنايا نص كيلو ديال البصله، عندي ثلاثه ديال الفلفل الحمراء، وعندي هنايا نص كيلو ديال الكفته، وعندي الشعريه الصينيه، وعندي الربيع، وعندي هنايا العطريه، عندي الملح معلقه، واليبزر والخرقوم والحمراء وشويش ديال الحار والسكنجبير. دابا نعمل هادشي في المقله تشحر. غنعمل البصل والفلفل، وكل شيء كيعرف يعمل بريوات. بحق انا بغيت نشارك معكم البريوات ديالنا، الواحد الطريقه ديالو. دابا نعمل شويه ديال الزيت بلديه، زيت زيتون، شويه ديال الزيت النباتيه، غنملا تشحر، غنملا شويه ديال الملح، غنملا تشحر. دابا غنعمل الكفته تشحر. عندي نص كيلو ديال الكفته، وربيع، والبصله راه كتشحر مع الفلفل، شويه ديال الزيت، زيت زيتون هذا، شويه ديال الزيت. دابا نعمل تشحر. البصله كتشحر، كتشحر مزيان، تعسل. غنعمل شويه ديال القرفه. دابا نعمل الشعريه الصينيه هنا ثلاثه، غنكب عليها الماء طايب، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا البصله تشحرت، غنخليها حتى تشحر الكفته. نخلطو مع بعضياتهم. هاي الكفته دابا كتشحر، تتشحر مزيان. دابا نقطع معكم الورقه، نقطع على أربعة، عندي نص كيلو ديال الورقة، السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف نتوما لاباس عليكم؟ صحة لاباس، نتمنى تكونوا على خير. واش كونوا واش باش نقولكم واش مبروكة، واش يكون مبروكة. يوم كنتو مع هاد العشية، كلشي دابا هاد العشية كيجري، واحد ما كيعدل. إوا مدا نقاس تبارك الله، داغية نقاس،
دابا غادي نقطع على شكل مثلث كما كتشوف معايا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، بغينا نشاركوه معاكم. وتبارك الله كلشي كيعرف يعدل البريوات، كلشي تبارك الله كيعدل اي حاجه. هاد البريوات كيجيو مزيونين، كيجيو خفافين، اول حاجه الدار مزيانه، ثاني حاجه ديال الزنقه كتعرف شني كنعدل فيها وكنعدل الحاجه ديال الدار، كيشوف بحال حاجه الدار. انا من جوج الاشكال هادو المثلثات وهادو اللي طوب عليه، هو اللي قدام كتعدل. دابا من بعد ما تشحرت سكفتها نتوما كما كتشوفوا معايا، مثل شويه ديال الجبن. دابا غنخلط كلشي مع بعضياتو، خلط كلشي مع بعضياتو. دابا غنزيد هاد الشعريه الصينيه بعد ما قطرت، الزيتون، غنخلط كلشي مع بعضياتو. قطعت الورقه، دابا نعمر معكم بريوات. هاد الحشوه كتجي مزيونه، اللي ما عندوش كفته يعدل الجداد اولا التون. دابا نطوي البريوات هيدا. انا بغيت نشارك معكم البريوات ديالي كل واحد كيفاش كيعدلهم. غنلصقهم بالزيت هانتوما كما كتشوفو معايا، راه السمر هكدا. تنعمروهم كاملين، لي مبغاش يلصقهم بالزيت يلصقهم بشوية ديال الطحين والما، يخلطهم كل واحد الاختيار ديالو. دابا من بعد ما كملت بريوات التعمير، دابا نعمل معكم شكل اخر مربع، كتجي مزيونه الشكل ديالها. عندي الورقه مقسومه على جوج كما كتشوفوا، غنشبه الورقه هادي، غنعمل هادي هيدا، نعمل هكدا، غنعمرها نعاود الحشوة على شكل مربع. والله إلا قشاعيد راسو، ها اليوما كيتجمعو قشاعي كوزينة ولا كترون. ودابا نطلق هاد الخبز ديال الفران، بريوات خدامين كعدو البريوات، بريوات كيجيها غوزنة تبارك الله ما شاء الله، ومزيونين نفطر، نفطر ونسحور. الخضر كيجي مزيونه بالخضر، خضر وكفته كتجي مزيونه، خلي ما عندوش الكفته يعمل لها الخضر كتجي مزيونه بالخضره. شي طاسه تون معاها ولا هذيك. تبارك الله اليوم كلشي في اليوتيوب، تبارك الله البنات اليوم كلشي كيعرفوا. غير بغينا نشارك معكم هذا النهار ديال اليوم. ايوا عواشكم عواش، ماشي نقول عواش، عواشكم مبروكه. السمر عيدة بتعمير قرب لكم تشوفوا كيف كنعدلو. انا السمر بالتعمير كنعمرو مكملين، حشوة وحدة عدلو منها شكيلات
نوعه. نسقوها بالزيت. خاصني توريني كيفاش غنعملو نطويهم ياك، هادوك ساهلين هادوك ياك. سنعلمني نطويهم، معرفش نطويهم هاد. كملت مربعين، دابا نعدل بحال بسيط لصغاري، هذا قطعته مثلث. شويه ديال الزيت. هذه الطريقه سهله مزيونه هذه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو بحال بسيطلات صغارين. تقدروا تعدلوا السيكار. هانتوما كيف كيجيو بحال بسيطلات صغارين. قطعوا الورقه مثلثه، من عليه نكمل. نعدلو في اللاطه، نعدلو في الفران. دابا نستمر هكذا حتى نكملو مكملين. هانتوما كيفما كتشوفو، دابا نستمر هكذا حتى نكملو مكملين. من بعد ما كملتو هانتوما كيف ما كتشوفو معايا، دابا غندهنلهم البيضات في وجههم، والتزيين على حسب الذوق. انا نعملهم شويه ديال الجنجلان ندخلهم في الفران. دابا كيف ما كتشوفو معايا دابا طابو، دابا غنقدمهم معاكم. شوفو كي جاو حمر، جاو غوزلان. دابا عاد جبدتو الفران، باقي سخونين. واعرين جبد بالصحة. كيفما كتشوفوا معايا انا ساليت البريوات، كيجيو مزيونين ومكونات نتوما كيفما شفتوا معايا اقتصاديين، كيجيو مقرمشين ولذاذين. تشوفوا معايا، شوفوا نوما نوما بريوات كيجيو مقرمشين، الحشوه مزيونه معسله مثل شويه ديال الجبن، كتجي مزيونه هاد الحشوه هادي. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. تعملوا لنا جيم، تعملوا لنا اشتراك. هانتوما كيفما كتشوفو معانا تا هادو كاملين جاو مقرمشين مزيونين، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.